نروح سريعا لاخبار كورونا، واللي كشفت اللجنه العلميه لمواجهه فيروس كورونا في وزاره الصحه والسكان عن انكسار الموجه الثانيه لاصابات كورونا وتراجع الاصابات اليوميه الجديده بنسبه تصل ل 50%، كمان بلوغ نسب الشفاء ل 78.1%. كمان قالت وزاره الصحه ان تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبيه بتجرى في مستشفيات العزل والصدر والحميات، وده طبقا لارشادات منظمه الصحه العالميه. هاتفيا بتنضم إلينا الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الأرقام يعني الحقيقة مبشرة للغاية، لكن محتاجة من الحمد حضرتك لله. تقييم الوضع الوبائي الآن في مصر. الحمد لله، زي ما حضرتك قلتي إن في انكسار للارتفاع في الحالات، ولو نشوف احنا يعني كنا فين يوم 20 ديسمبر مثلا، صحيح، كان عدد هو الحالات التصريحات دي على لسان وزارة الصحة، مش اللي انا مش ما قلتهاش، يعني هي وزارة الصحة ايوه كانت طبعا. مخرجة البيان بتقول كده. لا احنا اتفضلي. بنؤكد الكلام، واحنا طبعا بنرصد الارقام يوميا وبمقارنة مصر بالدول الاخرى وما قبله، فطبعا ايوه الحالات نزلت بشكل ملحوظ، وطبعا دوت بيرجع ان يعني برضو القرارات الدوله اخذتها لتكثيف الاجراءات الاحترازيه في الفتره اللي فاتت، فده يعني اثر الحمد لله. بس احنا ايوه نطمئن، بس دايما بنقول انه اطمئنان حذر، ونستمر برضو في الاجراءات اللي احنا بناخدها، وما نطمئنش زياده عن اللزوم يعني. تمام. طيب كم عدد من تلقى التطعيم في الأطقم الطبية باللقاح حتى الآن يا دكتور؟ عندك رقم؟ لا الحقيقة ما عنديش رقم، لكن يعني احنا شايفين انه هي في تزايد، وهي في مستشفيات العزل، وبنأمل انه يعني الأمور تمشي بسرعة أكثر يعني إن شاء طيب الله. هل صحيح ان في بعض الأطقم الطبية رفضت انها تاخد اللقاح او متخوفة منه ولا لا؟ هو في نسبة أيوة، بس قد يكون برضو ان هم بعضهم مثلا كان هو يعني اخذ المرض وشعر ان هو عنده مناعه منها، وبرضو هو في حريه الدوله مديه ان هو واختياري مش اجباري على الجميع. تمام. بس طبعا الافضل احنا بننصح دايما ان هو التطعيم يتاخد، لان الوقايه طبعا افضل من ان المرض نفسه يجي، وبنشوف ان الحالات ايوه تمر بسيطه لكن قد تتطور الى اعنف يعني واكثر شده، وده ممكن يؤدي الى يعني لا قدر الله احيانا للوفاه. طيب هل في فافضل بعض ان احنا ناخد الموانع التطعيم. طيب هل في بعض الموانع المعينة اللي تم الإعلان عنها بخصوص عدم أخذ اللقاح، أو اللي ياخده يبقى لازم يكون عنده 1 2 3؟ يعني هو في اولويات ان مين ياخده بسرعه، اللي هو اكثر عرضه للاصابات الشديده، اللي هو عنده امراض يعني امراض مزمنه او كده، لكن هو اللي عنده حساسيه من اشياء معينه هو ممكن اللي يخاف منه، زي ايه لكن يا دكتور؟ الانسان العادي ما يجراش حاجه. اللي عندهم حساسية من ايه بالظبط؟ مثلا عنده هيستوري، يعني عنده سبق له ان جاله مثلا حساسيه من تطعيم معين او من دواء معين، الواحد ياخد حذره من كده. لكن اذا كانت التاريخ الطبي ما فيش حاجه، ما فيش اي خوف، ولو في اعراض جانبيه اعراض بسيطه جدا بتضيع في ظرف يوم او يومين، كل الاعراض بتروح. طيب امبارح حاجات تم محسوبه عليها. الإعلان عن وصول 50,000 جرعة من اللقاح الروسي لمصر، المفترض تم الإعلان ان هو ان شاء الله هيوصل خلال شهر فبراير. ايه رأيك في فعالية اللقاح؟ هل هناك فرق بينه وبين اللقاح الصيني؟ لا اعتقد يعني هو فعاليته ايوه يعني كويسه، وانا عايزه اقول ان لازم يبقى في عده اصناف يعني من التطعيم، الواحد ما يركزش على تطعيم واحد، لان المشكله في التطعيمات هي عمليه الانتاج وتغطيه الدول المختلفه يعني الشركات، الانتاج بتاعها ممكن ما يكفيش الطلب اللي على التطعيم، فلازم يبقى في تنوع في انواع التطعيم سواء الصيني او الروسي او الاسترازينيكا او كده، كلها فعاليات تقريبا او يعني تاثيره
ان شاء الله هيبقى يعني مفيد باذن الله. طيب يعني مفيش داعي للتردد. ماشي يا دكتور. طيب الصحة العالمية كانت قالت ان اللقاحات الموجودة حاليا او اللي تم اعلان عنها يعني نسبة الحماية بتاعتها بتتراوح من 70 لـ95%، ولا يوجد لقاح فعال بنسبة 100%، وعلينا أيوة. الاستمرار في ارتداء الكمامة. أكيد ايه بقى أكيد. النصائح اللي حضرتك تحبي تقوليها؟ النصايح يعني أنا عايزة أقول إن التطعيم لو هو ما منعش المرض خالص، فاللي هيحصل إن هو هيقلل من خطورة المرض أو السيفيريتي، يعني ما يبقاش جامد قوي، ولو في نسبة مش هيعمل تأثير فيها فهو مفيش بديل من الإجراءات الاحترازية إنها تستمر. حتى اللي أخذ التطعيم لازم يلبس يحمي نفسه، وهو قد يكون لسه حامل للميكروب مثلا من تعرض لشيء، فالأفضل إن احنا نستمر في الإجراءات الاحترازية في الفترة اللي جاية دي، هي لمدة شهر مثلا أو حسب ما الأرقام تبان، ما ناخدش التطعيم ونسيب بقى كل الإجراءات، ده كده ضرر على المجتمع. تمام. لازم نستمر. دكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك يا فندم.